هو يعني سيدنا الشيخ ما لقاش الا بيت المعدده اللي يقعد فيه؟ والله يا ست عزيزه ده راجل طيب وابن اصول، وانا بعتبره زي اخويا بالظبط، وانا ما لقيتش احسن من بيتك عشان يقعد فيه. ده بس شويه كده لحد ما تشوف له مكان تاني. باين ده غريب مش من هنا، ما يعرفش حد. لو عرفت انك انت ابن الشيخ هلال مش هتسكنك، اقعد وخلاص. ها قلت يا عزيز؟ والمحروس ان شاء الله سيدنا الشيخ اسمه ايه اللي مش لاقي له متوى ده؟ اسمه مبروك. مبروك؟ ايه الفن الوحش ده؟ بقول لك ايه يا سيدنا الشيخ؟ ما تروح يا اخويا تقعد احسن في جامع. ما هو الشيخ لو كان لاقي له مكان يتدرى فيه ما كانش عدى من قدام بيتكوا اساسا. شايف؟ شايف يا استاذ حسن؟ طب ايه اقول لك بقى؟ مالكش مكان عندي. ولا ايه اللي يجبرني يا اخويا اسكن شيخ عندي في الطلعه والناس زي يقول لي عددي وما تعدديش؟ لا يا استاذ حسن ملوش مكان عندي. ده بدل ما تتبركي بوجودي، ده انت ربنا يحاسبك حساب عسير على التعديد اللي بتعدديه ده. طب ايه رايك بقى؟ ربنا هيحاسبني على اللي هعمله فيك دلوقتي. الله 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 ما تهدي. لا يا استاذ حسن. الله يا عزيزه اهدي، ما يصحش كده، مفيش اعتبار لوجودي ولا ايه؟ ما انت شايفه يا استاذ حسن. الله بينفذني يا اخي. ماشي يخرب عشانك، هتقعد بس لاجل خاطر نص حسن، بس اوعى يكون بتاع مشاكل. انا ما صدقت المعلم صابر خلاني اقعد هنا، ده كان عايز يكرشني من الجماليه. لا لا ما تخافيش، ده في رقبتي. طب مين يخليك ليا يا استاذ حسن؟ اوعى واد تقول لك تعالى اتجوزني، دي ما بيعشرهاش رجاله. يما يما ما يصحش كده. الله مش بتقول ده صاحبك بوعيه. معلش يا استاذ حسن، ما انا واخده على كلام الست حوريه. بنتي يا شوك، انتي يا بنت تعالي يا اختي خدي سيدنا الشيخ طلعيه فوق الاوضه. نعم نعم ياما. ايه شكر شكر، عايزه ايه من شكر؟ يا طلعي سيدنا الشيخ الاوضه اللي فاضيه فوق. هو ده العشم برضه يا ست عزيزه. ربنا يخليك عشان خاطرك انت بس. عفاف بقى ولا كوثر، يبقى سلم لي على امك. السلام عليكم. اتفضل يا شيخ. ايه؟ مبروك. مبروك ان شاء الله. طب اتفضل يا شيخ. مبروك ان شاء الله. يا شيخ مبروك، لو احتجت ايوه حاجه انت عارف مكان الدكان. انا هاجي لك يا استاذ حسن عشان في حاجه والدي كان موصيني عليها تخص والدك، فعدي عليك في الدكان احكي لك عليها. تشرف وتنور. تسلم لي. لو تشكرين قوي يا ست عزيزه، تترد لك في الفرح ان شاء الله. ربنا يسعدك، ده انا عينيا ليك. بالاذن يا امه ابقى ارجع لك تاني. تتاخرش عليا يا حسن. حاضر. السلامه. انت يا مزغوده انت. ايه؟ روحي لزينب قولي لها تيجي تقابلني، الليله دي ضروري. زينب بنتك؟ ليه؟ هتصالحيها؟ وانت مالك اذا كنت انا هصالحها ولا مش هصالحها؟ انا عايزاها في حاجه مهمه الليله دي. اجيبها لك يعني دلوقتي؟ ايوه. حاضر. كل يا اختي شويه القرقيش والشاي دول عقبال ما اجي لك. ايه؟ قرقيش؟ تقولش هطلع القرفه؟ على قد ما انا زعلان انه حابسني، على قد ما انا عذراه المره دي. محدش يعرف لولا المتلتم ده كان ممكن يجرى لي. كان خايف عليكي قوي يا ست ليه؟ عارفه انه بيخاف عليا، بس اللي قهرني اني شفت سيد بيقول له مش عارف يحميني. انا كان اهون عليا موت ولا اني اخلي سيد يشمت في ابويا. معلش يا ست ليه، الحمد لله ان ربنا نجدك منه عشان تيجي وتردي عليه. بالحق هو جدع المتلتم ده يضايقك؟ ضايقني؟ ده انا عمري ما حسيت ان انا مطمنه على قد ما انا حسيت وانا معاه. عارفه انا ما كنتش شايفه غير عينيه، بس كاني شايفه ملامح وشه كلها. عينيه بتتكلم يا نعم. دي الفارس اللي على الحصان اللي اي بنت بتتمناه يا ست ليل، زي حوادث ستك فاطمه الله يرحمها كده، وزي ما الوضع جالك تمام. هو ده اللي انا حسيته اول ما شفته، ان هو اللي الوضع قال عليه. انا حاسه ان انا هشوفه تاني. امي بنت هاتي الابره واخيط ومنديل ابيض عشان لما اقابله اضمره. عيني. ازيك ياما؟ جميلة حبيبة قلبي، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبتي، وحشتيني يا ياما.
انتي اكتر يا حبيبتي. جميلة رجعت يا ناس، جميلة رجعت يا حبايب. الله يسلمك. ازيك يا حسين؟ حبيبتي ما شاء الله. ازيك يا ام القط؟ اهلا يا قط. بيقولوا يا اختي ان القط اصله اسد. بيقولوا يا ابن الهبله. لا وبيقولوا كمان ايه اللي رجعك الجماليه يا جميل؟ جرى ايه يا قط؟ مش تقول لاختك حمد لله على السلامه الاول يا اخويا؟ ما قلناش حاجه. الحمد لله على الحلو قبل الوحش. جرى ايه يا قط؟ ما تتلم ده اختك يا اخي. ايه ما تسيبنا نفرح ببنت؟ انت مش عايز نفرح ولا ايه؟ افرح يا ام القط، افرح يا ام الحاره دي كلها فرح. بكره نفرح كلنا يا سلطان. وحدوه لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. انا بس نفسي اعرف مين ابن الحرام اللي عمل كده في الحاج بشر. هو في غيره؟ أكيد المتلت؟ مش كده يا رجالة؟ مش كده؟ هو المتلت؟ حلو، يبقى نجيب المتلت. نجيب يا معلم. والليلة؟ والليلة يا معلم. الليلة يا معلم. الليلة يا معلم. خلي بالك يا عيان لا تعورني زي المرة اللي فاتت. يا أخي عيب بقى. يبقى صحيح حد يشقر على الست ام اسماعيل لحسن تعبانه قوي. ايه مالها كفل الشر؟ مفيش يا اخي، ده كان وشها وارم كده وتعبانه، رحت انا كتر خيري شلت لها السنه اللي كانت تعباها، بس وشها برضه فضل وارم يا حسن، تقريبا خلعت السنه الغلط. الله يخرب بيتك عيان، هتموتنا كلنا والله. انتوا برضه حد يامن لحلاق صحه اسمه العيان؟ اي ايه؟ وتخلي بالك يا عم انت، اتجرحت ولا ايه؟ لا لا مفيش حاجه يا اخي. مفيش حاجه، ده دم. دم؟ طب مش تبقى تخلي بالك يا حسن. انا اللي خلي بالي. طب خلاص خلاص انا ايدي ايه كده بقى يا سيدي، كشف وحلاق. بتاع ده ريحته عامله كده ليه؟ ده ايه ده؟ ده زبل حمام. زبل حمام؟ انت بتحط على الجرح زبل حمام؟ والله العظيم يا حسن ده كويس قوي انك بروح. الله. طب اخلص يلا. سلام. نعيما يا استاذ حسن. الله ينعم عليك يا سيدي. يا ساتر. صحيح